أعلنت الإدارة العامة للإطفاء مساء أمس الخميس العثور على أسرة مفقودة في منطقة بر السالمي، مؤكدة أن جميع أفرادها بصحة جيدة. وقالت الإطفاء أن غرفة عملياتها تلقت بلاغا يفيد بفقدان أسرة مكونة من 5 أفراد في منطقة بر السالمي، استنفرت على إثره فرقة الإطفاء. وبعد تمشيط المنطقة المذكورة تم العثور على الأم واثنتين من بناتها كن يسرن على أقدامهن، في حين تم العثور على الأب والابن الثالثة في مركبتهم. وأفادت بأنه تم تحويل جميع أفراد الأسرة إلى إدارة الطوارئ الطبية للوقوف على حالتهم الصحية والإطمئنان عليهم. وأهابت الإطفاء بالمواطنين والمقيمين ضرورة اتخاذ كل الاحتياطات عند التنزه في الأماكن البرية.